لكن دلوقتي نروح لموضوع يخص كل محبي الظواهر الفلكية، هيتابعوا النهاردة اقتران القمر وكوكب زحل في مشهد بديع. هنشوف القمر وهذا الكوكب كوكب زحل متجاورين عند دخول الليل ولحد بداية شروق الشمس صباح اليوم التالي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم على حضرتك، ويعني صباح جميل لمصر ولكل المصريين. أهلا بحضرتك. يعني لو تكلمنا أكتر عن هذه الظاهرة، ظاهرة اقتران القمر وكوكب زحل، هل هي ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولا لأ؟ الأول قبل ما أدخل في تفاصيل الظاهرة دي، خلينا نوضح كده للمحب الظواهر الفلكية والمواطنين بشكل عام. احنا دوما في فصل الصيف ما فيش سحب والناس في أجازات وفي مصايف وكده، بقى السمر وأضاء الليل كده في خارج البيوت بيبقى حلو ومرحب بيه. استغلالا بقى الجو الحلو ده، بندعو الناس ان هم يستمتعوا بكل الظواهر الفلكية اللي موجودة، اللي هي إطلاقا ما هياش مؤشر على لا نهاية الساعة ولا غضب الطبيعه ولا اي حاجه خالص. من ضمن تلك الظواهر اللي بنتابعها، نسمع احنا دايما الكلام ده دكتور جاد، كويس ان حضرتك وضحته. ربنا يخليك فندم. من ضمن الظواهر دي، واحنا عندنا بشكل دوري او بشكل شهري المعهد بيصدر بيان بالظواهر الموجوده على مدار الشهر على اساس المتابعين يعرفوا موعدها ويتابعوها. النهارده احنا عندنا القمر وزحل، ودي تاني مره في خلال شهر اغسطس، كان في اليوم الثاني بدايه الشهر كانوا موجودين، وده نظرا لان المدارات الاجرام دي سواء القمر او زحل او المريخ او عطارد، كل فيما يخصه بيدوروا في مدار شبه بيضاوي، وبالتالي بيبقى في اوقات بيجوا متجاورين مع بعض يتضح او بنسميهم ظاهره فلكيه اللي هي الاقتران. طبعا المسافات ما بينهم الاف الكيلومترات واحيانا بتوصل لملايين الكيلومترات، فما فيش طبعا اي فرصه زي ما حد بيروج على مواقع التواصل اصطدام او ارتطام سواء بالارض او ببعضهم، لكن وجودهم مع بعضهم في متقاربين مع بعض او قريبين من بعض تبقى شكلها جميله. حتى واحنا كنا صغيرين يعني بنقول كده النجمه طلعت مع القمر او مع الهلال، دي من الظواهر الجميله. زي ما قلنا حضرتك، هي الظاهره دي هتبقى موجوده النهارده من بعد غروب الشمس. يعني يا دكتور هم مش هيصطدموا كده وينفجروا وينزلوا على كوكب الارض يدمروه؟ لا يا فندم اطلاقا، المسافه يعني مسافه القمر من الارض هو في مرحله الحديد دلوقتي 340 الف كيلو متر. زحل عندنا كام؟ اعتقد 50 مليون كيلو متر. المسافه كبيره جدا. تمام. احنا طبعا زحل اللي هيبقى عنده تلسكوب صغير او كاميرا معظمه هيقدر يشوف الحلقات المحيطة بيه، ودي برضو حاجة من الحاجات الجميلة اللي بننصح كل عشاق الفلك ان هم يتابعوه. يعني لازم يكون في نظارة مكبرة دكتور؟ اللي معاه يعني عدسة مكبرة شوية او تلسكوب صغير يقدر يشوف تفاصيل شوية من تفاصيل زحل والحلقات بتاعته. لكن في نفس التوقيت النهاردة وبكرة وبعد بكرة احنا عندنا هلال او القمر بتاع شهر صفر، احنا في البدر، وزي ما قلت لحضرتك من شويه القمر بيدور في مدار شبه بيضاوي حوالين الارض، ففي اوقات بيكون قريب فيها واقرب ما يكون من الارض، يعني دي منطقه الحضيض اللي هي تقريبا متوسطها 340 الف كيلو متر. ساعتها بنشوف القمر او البدر اكبر نسبه رؤيه ليه واكبر استداره، بنسميه القمر العملاق او البدر العملاق. ده الشهر الثالث على التوالي القمر يكون فيه بدر عملاق، كان عندنا شهرين اللي فاتوا وان شاء الله الشهر القادم هيكون كذلك ايضا. انما اللون بتاعه بقى ساعات بنقول عليه البدر الوردي، البدر الازرق او كده، ده طبقا لمسميات كانت بتطلق قديما من اقاليم اذا كان قدماء المصريين او القدماء الامريكيين، لكن ملوش علاقه بلونه تحديدا يعني. هي برضه ظاهرة كويسة، وبنقول بنأكد تاني ملهاش أي خطورة على الأرض، ملهاش أي تأثير، لا علامة قيامة ولا انكماش الكون ولا تمدد الكون، دي ظاهرة طبيعية بتحدث في نطاق الطبيعي تماما، بندعو كل المواطنين يستمتعوا بيها. مش عارفين والله يا دكتور يعني المعلومات دي بيجيبوها منين، بس طبعا سعداء. بالمناسبة يعني على موقع المعهد متاح ما يسمى الدليل الفلكي، ده بنصدره بشكل سنوي، كل الظواهر الفلكيه وبدايه الشهور العربيه والمواسم الدينيه طبعا
مكتوبه بالتفصيل في هذا الدليل، متاح لاي من المواطنين المهتمين ان هم يحملوه على تليفوناتهم او كمبيوتراتهم ويعرفوا المواعيد دي ويستمتعوا بالظواهر. واي حد طبعا عنده اي اسئله او استفسارات اضافيه يسعدنا ان احنا نجاوب عليها في كل فيما يخص. هايل طبعا. طيب خليني اسال حضرتك كمان عن المجموعات النجميه خلال شهر اغسطس باتجاه الشمال زي الدب الاكبر، العقرب، القوس، براد الشاي، يعني دي دول في الجنوب كمان تحديدا. خليني اتفضل. ينفع يعني هل ممكن رؤيتهم خلال شهر اغسطس؟ طيب خليني اوضح لحضرتك برضو لانه يعني بيثار في اماكن كثيره وعلى مواقع التواصل وحتى في برامج اعلاميه استغلال تلك المجموعات النجميه والابراج فيما يسمى الطالع او البرج او الحظ او الكلام ده كله. طبعا الكلام ده ملوش اي علاقه فلكيه. احنا عندنا المجموعات النجميه بتوزيعاتها زي ما حضرتك ذكرتي بتبقى موجوده في اوقات معينه من السماء من السنه في السماء، اذا كان نص الكره الشمالي او نص الكره الجنوبي، واللي بنقول عليها مواليد برج كذا لان البرج ده بيكون يعني ظاهر في السماء في هذا التوقيت. احنا دلوقتي يعني كان قبل كده في الاسد واخد بال حضرتك، لكن الابراج دي فلكيا ليها مدلولاتها لكن ملهاش اي علاقه من قريب او من بعيد بالظواهر بحظ الانسان اللي اتولد في البرج ده. انت ليه بتلاقي اثنين مولودين في نفس اليوم، واحد ربنا فرج عليه وسري والتاني يعني حظ تمام، فملهاش علاقه خالص. ده قصه يعني ايه مرتبطه بالتنجيم ملهاش اي علاقه فلكيه. يعني برج القوس ما يلاقوش يا دكتور؟ موجوده نستغل رصدها فلكيا نتجاوب على اسئله كتير تثار لدى الوسط العلمي وحتى المهتمين. عمر الكون كم سنه؟ بيتمدد بينكمش؟ هل في كائنات اخرى غير الانسان في هذا الكون؟ هل في كائنات فضائيه؟ هل الحياه خارج الارض تصلح للحياه الادميه؟ عمليات الرصد للابراج دي او للنجوم دي والاشعاعات اللي جايه منها اللي صدرت منها من ملايين السنين بتدينا اجابات للمتخصصين بقى بيحللوا البيانات دي والاشارات دي ان الدنيا فيها ايه. طبعا كان الوقت قريب جدا كان في تلسكوب هابل ووصلنا لاعماق الكون 4.5 مليار سنه. من سنه ونص التلسكوب العملاق جيمس ويب تم اطلاقه ووصلنا لعمق وبيانات من الكون 13.8 مليار سنه ضوئيه، وطبعا مسافه شاسعه جدا اللي ما زلنا لم نصل حتى تاريخه. كل العلماء المتخصصين في الفلك وابحاث الفضاء، هل هناك كائنات غير الانسان خارج الارض من عدمه؟ لم يتسنى الاجابه على هذا السؤال. طيب يعني خليني اطمن بقى، بما انه المجموعه النجميه القوس وبراد الشاي قوس تمام يعني دكتور مالهاش علاقه بحاجه. مالهمش اي علاقه خالص. والناس مواليد تلك الابراج يعني ندعو الله ان ربنا يوفقهم ونقول لهم كل سنه وهم طيبين، لكن مالهاش علاقه بابراجهم ولا باي ظواهر. شاذلي كمان العقرب فبنطمن عليه برضه. احنا طبعا احنا كان من ايام كان عندنا يعني اقتران للقمر مع برج العقرب، وده في نجم عملاق اسمه انتراس، ده برضو من النجوم المتميزه ويبعد 600 سنه ضوئيه من الارض. وعشان الناس تبقى عارفه الشمس بتبعد عننا 8 دقائق ضوئيه، انما قلب العقرب بيبعد 600 سنه ضوئيه، مسافه طبعا شاسعه يعني. عظيم. كل شكر لحضرتك طبعا على كل هذه الايضاحات الدكتور جياد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، شكرا جزيلا لحضرتك.